ولهذا أرى وخذوا عني أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فأما الإنسان الذي ليس عنده علم ويخشى عليه من الشبه التي يسمعها هناك أو يقرأها فإنه لا يذهب، لأنه إذا ذهب زعزع عقيدته وشك بعد الإيمان وتردد بعد اليقين، وهذا دمار للإنسان. كذلك إذا كان ليس عنده دين قوي، بمعنى أنه يفسد مع الفاسدين وتغريه المناظر فيفسد، هذا أيضا لا يذهب، لأن المحافظة على الدين أولى من المحافظة على البدن. الثالث إيش؟ الحاجة إلى هذا، أن يحتاج إلى ذلك، إما لعلم لا يوجد له نظير في المملكة، أو لمرض ذهب لمرض يتداوى، أو لتجارة لا بد منها. وأما إذا لم يكن حاجة فلا يذهب. وكم من أناس يذهبون إلى الخارج باسم التمشي والنزهة فتفسد أخلاقهم وتنحل عقائدهم والعياذ بالله، ويرجعون ممسوخين. ولا شك أن هذا لا يحل للمسلم أن يتعرض له لما فيه من الشر والفساد.